أهلا بكم. أبواق سيارات، أصوات مصانع، موسيقى صاخبة، أصوات لطالما اعتدنا عليها، لطالما دخلت أسماعنا وأصبحت جزءا من حياتنا التي لا تكتمل بدونها. ولكن هل فكرت يوما بأن هذه الأصوات تشكل نوعا من أنواع التلوث؟ نعم، إنها نوع من أنواع التلوث الذي لطالما جهلناها، لأننا لا نلمسه ولا نراه كالتلوث المائي والهوائي، إنه التلوث الضوضائي. فماذا تعرف عن هذا النوع من التلوث؟ التلوث الضوضائي هو مزيج من الأصوات غير المتجانسة والمستمرة بدون رغبتنا في معدل يتجاوز المعدل الطبيعي للسمع السليم عند الإنسان. وقد بات هذا النوع من التلوث يحاصرنا في كل مكان، على الطرقات، في الأسواق، في المطاعم، وحتى في بيوتنا من خلال الوسائل الكهربائية كالخلاط والتكييف الكهربائي والمكنسة الكهربائية. وللصوت مستويات ووحدة قياس تعرف بالدسبل، فمثلا صوت الهمس يتراوح بين 20 و30 دسبل، وصوت المحادثات العادية بين 50 و60 دسبل، وصوت المكنسة الكهربائية بين 60 و85 دسبل، والدراجة النارية بين 95 و110 دسبل. ومع اشتداد الصوت وارتفاع مستواه تزداد الخطورة وتبدأ الآثار السلبية للضوضاء كحصول اضطرابات سماعية وزيادة خطر إصابة الإنسان بأمراض القلب، وبالأخص من الضوضاء التي تزيد درجتها عن 60 دسبل، وحدوث اضطرابات النوم التي تؤدي بدورها إلى التأثير على صحتهم ومزاجهم العام، إضافة إلى الأضرار النفسية وازدياد عصبية الشخص وقلقه. وقد تتطور إلى نوبات عصبية حادة، كما تولد الضوضاء شعورا مستمرا بالإجهاد عند الإنسان الذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بالكثير من الأمراض وحدوث حالات فرط حركة. ولأن أضرار التلوث الضوضائي كثيرة وخطيرة على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان، يجب أن لا نغفل عن العمل لمواجهتها، فيمكننا التخفيف منها عبر الكثير من الطرق كالعمل على تصنيع آلات صناعية وكهربائية أقل ضوضاء، وارتداء العمال لسدادات الأذن عند استخدام الآلات في الريش الصناعية، وإبعاد المدارس والمستشفيات عن مصادر الضجيج، وأن تكون السكة الحديدية والمطارات والطرقات السريعة بعيدة عن المناطق السكنية قدر الإمكان. فهل يا ترى ستعي المجتمعات خطورة هذا التلوث وتعمل على التخفيف من حدته؟